المعارضة السورية ترفض محادثات لا تؤدي إلى انتقال للسلطة، فما هي الثلاث مراحل التي تحدث عنها ديمستورا في سوريا؟ كيف يعيش السوريون في المخيمات العشوائية في الشتاء بسوريا؟ وقصف على الجانب الغربي من الموصل تمهيدا للتوغل البري. مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج استوديو آن، نقدمها لكم مباشره من دبي وتتابعون فيها ايضا حقن الدهون ثوره طبيه لعلاج الام المفاصل. افاد مراسل اخبار الان ان الجيش الحر المشارك في عمليه درع الفرات حرر مناطق استراتيجيه واسعه شرق مدينه الباب وضيق الخناق على مدينه بزاعه الملاصقه لها. أضاف أنه تم تحرير قرى الغجران والعواصي واللواحجة والحساني والعمية إضافة لتل الخمسمية ذو الموقع الهام. قالت وزارة الخارجية في كازاخستان في بيان إن روسيا وإيران وتركيا ستجري محادثات بشأن كيفية تطبيق وقف الإطلاق الناري في سوريا في أستانا يوم 6 فبراير شباط. وكان اجتماع أستانا الذي ضم وفدي المعارضة والنظام برعاية الدول الثلاث قد أفضى الأسبوع الماضي إلى إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. أصيب 6 أفراد من الهلال الأحمر السوري إثر غارة جوية مجهولة استهدفت مقرهم وسط مدينة إدلب. وذكر المرصد السوري أن الغارة تسببت في دمار هائل بمبنى المركز واشتعال حريق استغرق إخماده 11 ساعة. هذا ويتخذ الهلال الأحمر من فندق الكارلتون مقرا رئيسيا له في إدلب منذ أكثر من عامين، حيث تجري فيه ومن خلاله عمليات تسليم الأسرى بين النظام وفصائل عسكرية أو تبادل الجرحى، إضافة إلى إشرافه على عمليات تهجير من محيط دمشق إلى إدلب. أكد المعارض السوري البارز أحمد الجربة في لقاء مع رويترز أن قوة عربية مؤلفة من 3000 مقاتل تحت قيادته تتلقى تدريبا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في حملة عسكرية لطرد داعش من معقله في مدينة الرقة حيث معقل التنظيم في سوريا. يعني يبدأ التحضير لمعركة الرقة، هناك برنامج مع القوات التحالف للتدريب، سنكون حاضرين بهذه المعركة بقوة ونحن في طور التجهيز لها لتحرير بلادنا من وتطهيره من هذا السرطان الإرهابي الذي اسمه داعش. هذا هو الهدف وهو الاتفاق مع قيادة التحالف ضد الإرهاب هو في الحرب على تنظيم داعش. يعني مش إنه قوامها هي بحدود 3000، لكن هناك يعني انتسابات كبيرة وخزاننا البشري موجود في المنطقة، ليس عندنا أي مشكلة في مشكلة الأعداد. ردت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية على تهديدات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بإمكانية اللجوء إلى اختيار وفد المعارضة إلى محادثات جنيف بالقول إن هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصه. وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إن أهم ما يجب أن ينشغل به المبعوث الدولي هو تحديد أجندة المفاوضات وفق بيان جنيف. في الشأن العراقي، قدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عدد العائدين من النازحين بحوالي 46,000 عراقي وصلوا إلى المناطق المحررة في الساحل الأيسر شرق مدينة الموصل تمهيدا لبدء عمليات تحرير الساحل الأيمن غربي الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الوزارة وضعت خططا بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية والجهات المعنية لإعادة النازحين للمناطق المحررة من احتلال داعش الإرهابي. في اليمن، تستعد الشرعية لفتح جبهة قتال جديدة ضد ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية
في محافظة أب وسط اليمن. وكشف مصدر في هيئة أركان الجيش اليمني أنه تم استكمال ترتيبات بين قوات الشرعية والمقاومة الشعبية في أب لفتح جبهات جديدة لمقاومة الميليشيات في المحافظة. وأكد المصدر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان رسميا عن بدء عمليات تحرير أب، وتسعى الشرعية إلى تشتيت الميليشيات الإنقلابية التي تكبد خسائر فادحة تكبدتها في مختلف جبهات القتال، خاصة جبهة ساحل الغربي التي تواصل الشرعية تحقيق انتصاراتها فيها. استدعى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية في الإمارات الدكتور عبد الرحيم العوضي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي وسلمه مذكرة احتجاج على تزويد إيران بطريقة غير مشروعة أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن، معتبرا ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن وما يؤدي إليه من تأجيج الصراع فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت حان لاتباع منهج جديد في التعامل مع الشؤون الخارجية. أدلى ترامب بتصريحه في الوقت الذي أدى فيه ريكس تيلرسون اليمين الدستورية وزيرا للخارجية، واتسمت تصريحات ترامب خلال مراسم أداء اليمين بالتفاؤل حيال التحديات الدولية التي تواجهها إدارته الجديدة. قال إنه واثق أن تيلرسون ممكن أن يستخدم مهاراته في المساعدة على تحقيق السلام والاستقرار وجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ريكس تيلرسون إذن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل وزيرا للخارجية، وكان هناك خوف يتعلق بصلته الوثيقة برئيس الروسي فلاديمير بوتين ما دفع بعض الجمهوريين إلى القول إنهم كانوا يفكرون بعدم التصويت لصالحه، لكن تعيينه حظي بموافقة جميع الأعضاء الجمهوريين مع 3 أعضاء من الديمقراطيين وعضو مستقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تحكم سيطرتها على العراق منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق. وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إن إيران ستستولي أكثر فأكثر على العراق بعد أن ضيعت واشنطن أكثر من 3 تريليونات دولار هناك، وهذا واضح منذ فترة طويلة على حد تعبيره. نفذ أكثر من 1000 شرطي ألماني سلسلة من عمليات الدهم في إقليم هيس غربي البلاد أسفرت عن اعتقال رجل تونسي يشتبه في قيامه بتجنيد أفراد لصالح داعش. وأعلنت النيابة العامة أن الشخص المعتقل مطلوب لدى السلطات التونسية لعلاقته في الهجوم على متحف باردو بتونس في شهر أذار مارس من عام 2015. وكانت السلطات الألمانية شنت حملة أمنية موسعة ألقت القبض خلالها على 3 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجمات. ديمستورا يتحدث عن مرحلة انتقالية من 3 مراحل في سوريا، التفاصيل بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ذكرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في بيان لها أنها لا يمكنها أن تقبل دعوة لمحادثات سلام لا تؤدي إلى نقل السلطة لهيئة حكم انتقالي. يأتي ذلك فيما أجرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا، أعلنت فيها تأكيده على أن العملية الانتقالية في سوريا ستتم على 3 مراحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور. التفاصيل في سياق هذا التقرير. لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل في سوريا ما لم ينفذ وقف إطلاق النار ووضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته، هو ما اشترطته فصائل المعارضة السورية لإجراء أي محادثات. الفصائل تحدثت عن الخروقات التي حصلت في سوريا ولا سيما في وادي بردة وتهجير سكانها، وطلبت باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254 المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين. بيان المعارضة ندد أيضا بتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا التي هدد فيها بتشكيل وفد محدد للمعارضة إذا لم تقم هي بذلك، مطالبين المبعوث الأممي بالالتزام بصلاحياته والاعتذار للشعب السوري عن تصريحاته، تصريحات اعتبرتها الهيئة العليا للمفاوضات أمر غير مقبول أيضا، لافتة إلى أن تأجيل المفاوضات ليس من مصلحة الشعب السوري، وجاء تلبية لطلب حلفاء النظام وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
ردود فعل المعارضة تأتي في وقت نجرت فيه المجموعة العربية في الأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، أعلنت فيها تأكيدها على أن العملية الانتقالية في سوريا ستتم على 3 مراحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور بمشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جنيف. وعلى غرار مبعوثه إلى سوريا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك، وأكد إمكانية استخدام هذا الاحتمال، لافتا إلى أن هدف الأمم المتحدة هو نجاح مؤتمر جنيف، نجاح يقول إنه يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية. عبر الأقمار الصناعية مباشرة من الرياض ينضم لنا العميد الركن أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارض المفاوض في جنيف. أهلا بك معنا سيد العميد. إذن الردود توالت على ما قاله السيد ديمستورا من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، وبأن تشكيل الوفد طبعا ليس من اختصاصاته بحسب ما قال مختلف من ردوا من قبلكم من قبل الهيئة العليا للمفاوضات. لكن يعني بعد هذا الرد، هذا يعني أنكم ستشكلون وفدا سيوافد سيكون من ضمن المفاوضين في جنيف؟ هل تعملون الآن على تشكيله، وهل هذا يعني حضوركم جنيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، يعني أسلوب السيد المستورة أعتقد أننا يعني عرفناه تماما، وعرفنا ماذا يقصد في كل حرف يتحدث به منذ البداية، منذ أن دخل الملف السوري ويحمل في يده خريطة لحي صلاح الدين أو حي الراشدين، وكنا يعني آنذاك كنا نعتبر أن ذلك عبارة عن مماطلة في الوقت وكسب الوقت لصالح إيران، وكانت أوامره تأتي من إيران. هذه حقيقة، وقلناها لكل الفصائل، وكنا آنذاك قد طالبنا الفصائل بعدم الاجتماع مع ديمستورا بتركيا، وفعلا لم يجتمع معه أحد. أيضا منذ حوالي 3 شهور كان يتحدث عن قضية حلب الشرقية وفتح الشام إلى آخره. أيضا كنا نطالب تماما سيد ديمستورا من المفترض أن يكون حيادي، ولذلك لا يحق له. لكن لماذا يتحدث ديمستورا اليوم بهذه القضية؟ حقيقة من أجل الضغط على الهيئة العليا للتفاوض، وبالتالي أن ننسى تماما أسباب وقف التفاوض. وقف التفاوض لم يتعلق بنوع الوفد أو بأسماء الأعضاء. وقف التفاوض جرى من لأن المجتمع الدولي كان عاجزا عن تنفيذ الفقرات التي تتعلق بالجانب الإنساني. لذا السيد ديمستورا مثل لافروف، مثل القيادة الإيرانية، يحاولون تماما لفت الأنظار إلى موضوع آخر حتى ننسى نحن الموضوع الأساسي اللي طيب. الذي يعني من أجله سيد العميد عليه أوقفنا التفاوض. الآن هل ستشكلون وفدا أنتم كهيئة عليا للمفاوضات؟ هل ستحضرون جنيف؟ أختي الكريمة، يعني البيان الذي تحدث به قبل شهر للهيئة العليا أولا كان بالرد على مباحثات موسكو ولوسيتانا، ولكن كان يتضمن الموقف العام، وكان الموقف العام واضح. هناك أسباب تم بناء عليها تعليق هذا التفاوض. قبل أن نتحدث بالجانب الإنساني كان من المفترض أن يكون هناك تصريح واقعي ورسمي وضمان من الدول الكفيلة بأن يتحدث النظام عن البدء بمفاوضات الانتقال. إن لم يتحدث النظام ويقبل بالانتقال لن يكون هناك تفاوض. ولذلك اليوم الحديث عن الوفد قبل ذلك يجب أن نفكر هل فعلا المحادثات القادمة في جنيف تتضمن عملية انتقال؟ إذا كانت تتضمن عملية انتقال بالتأكيد سوف تباشر الهيئة العليا بتشكيل وفد جديد، طيب. أو ربما لكن تصريحات على الوقت الماضي أو ربما تشكل تصريحات سيد ديمستورا قال بأنه يتحدث عن مرحلة انتقالية من 3 مراحل، وهذا يثبت صحة ما أقول. يعني عندما يتحدث ديمستورا على أنه يعني يحاول تشكيل الوفد أو أن تشكلوه، هذا عبارة عن ابتعاد عن الموضوع الأساسي، تغييب لقرار مجلس الأمن 2254 وقفز فوق القرار 2118. ولذلك هذا ما فعله السيد ديمستورا بناء على أوامر روسية، لأنه اليوم هو أصبح ناطقا باسم الروس. الحديث عن قضية انتقالية أعتقد جاءت بالمشروع الذي قدمته الهيئة العليا قبل حوالي 4 شهور بمؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والجميع وافق عليه، والجميع بكل الدول بدون استثناء حقيقة أعجبت بهذا المشروع لأنه كان ضامن لكل المراحل، وقد حددت المراحل ب3، لكن القرار 2254 حدد المرحلة ب18 شهر اعتبارا من الأول من يناير 2016. يعني اليوم نحن قطعنا 13 شهر من هذه المرحلة. من المفترض أن تبقى 5 فقط بالمراحل الثلاث التي اعتمدتها الأمم المتحدة. هذا يعني تماما أن السيد ديمستورا اليوم يحاول أيضا اللعب على الوقت مرة أخرى عندما يتحدث عن 3 مراحل 18 شهرا.
طيب يعني ما موقفكم الآن؟ هل ستحضرون أم لا؟ هل ستشكلون وفدا أم لا؟ لأن السيد ديمستورا كان واضح في حال لم يكون هناك أي مشاركة من قبلكم فسيقوم هو باختيار الوفد وتعيين الوفد، في هذه الحالة ما ردكم؟ أنا أقول لك يا أختي الكريمة وعلى محطتكم التي أحترمها، لا يستطيع لا ديمستورا ولا أي دولة في العالم أن تشكل وفد دون العودة للهيئة العليا ودون موافقة الهيئة العليا ودون مشاركة الهيئة العليا، ولذلك يعني هذه التشويشات التي يقومون بها يعني لا تفيدهم تماما. هم يعلمون ماذا قدموا وماذا فعلوا وماذا اتخذوا من إجراءات لحجب الهيئة العليا في جنيف في الجولات الثلاث الماضية، لم يستطيعوا. أولهم كان ديمستورا والجانب الروسي، حاولوا جاهدين إبعاد الهيئة العليا والتعتيم عليها أو الإغلاق عليها كليا لكنهم لم يستطيعوا، وبذلك أقول لك لا يستطيعون الآن تشكيل وفد، سيعودون إلى الهيئة العليا حتى لو أجلوا المفاوضات، حتى لو بدأ البث بمؤتمرات جانبية بنقاط تتعلق خصوصا بقضية الانتقال. الانتقال هذا قرار للشعب السوري لا يمكن إطلاقا يعني التلاعب فيه إطلاقا، وبغض النظر عن الشخصيات التي ركبوها بموسكو قبل أيام على أنها معارضة وهم عملاء للنظام. طيب سيد العميد، يعني قد يقول قائل بأنه ممكن أن تقع عليكم بعد اللائمة من قبل الشعب السوري الذي دائما نقول بأنه يعلق عليكم أمل كبيرة كمعارضة سياسية لحل يعني هذه الأزمة وما يمر به الشعب السوري من معاناة خلال هذه الثورة، يعني من منذ بداية الثورة وإلى الآن. يعني إذا لم يكن هناك وفد، إذا لم يكن هناك أي تحرك يعني في سبيل أي حل، والمجتمع الدولي يقول أنه هناك ممكن بعض الحلول التي يمكن أن تلح بالأفق وإن كانت على مراحل، يعني إذا لم تشاركوا ممكن أن يكون بعض اللوم عليكم، في هذه الحالة ما ردكم؟ أختي الكريمة، يعني رسائل الشعب السوري سواء كان منظمات المجتمع المدني أو التنسيقيات أو الفصائل العسكرية أو حتى أيضا يعني ممثلين لحارات شعبية، ممثلين لحشد جماهيري، ممثلين لمجالس محلية، الجميع أرسل رسائل تماما. نحن قالوا بالحرف يعني مجمل الرسائل، نحن قدمنا تضحيات كثيرة وبالتالي لا يمكن التنازل بقدر أنملة عن أي هدف من أهداف الثورة السورية. لا تتنازلوا، نحن صابرين وصامدين، ومهما كانت التضحيات ومهما طال الزمن لا تتنازلوا، لن نسمح لكم. يعني نحن إذا كانت هناك مشاركة من الهيئة العليا ضمن الظروف الحالية بما يعني يريده الروس من عملية بيع للقضية أو حقيقة يعني الاحتفاظ بجزء من هذا النظام لو مؤقتا، أعتقد أن الشعب السوري سيرفض كل الهيئات السياسية. ولذلك البرقيات واضحة من الشعب السوري، نحن ممثلين وناطقين باسم الشعب السوري الذي أولانا هذه المهمة وأولانا هذه الأمانة، لا نستطيع أن نخرج عما يتحدث به الشعب ويطالب به الشعب السوري. ولذلك يعني يخطئ من يظن أن الشعب في سوريا بدأوا يصلوا إلى مرحلة الملل أو الكسل أو إلى يعني نوع من التأفف. لابد من وجود حل أبدا. الحلول التي يطالب بها الشعب في الداخل هي الحل الذي طرحه مؤتمر الرياض بفقراته الست، وبالتالي لا تنازل عن أي واحدة من هذه الفقرات. وهذه الرسالة وصلت لكل الدول الصديقة ووصلت للدول الراعية، الولايات المتحدة الأمريكية ولروسيا. ولذلك مشاركتنا وعدم مشاركتنا تأتي بقرار من الشعب السوري في الداخل بناء على قناعتنا هل يتم فعلا في جنيف القادم مناقشة قضية الانتقال وضمن الفترة التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا، أشكرك جزيلا. العميد الركن أسعد الزعبي رئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من الرياض. نبقى في الشأن السوري ومن الجانب الإنساني، حيث أن معاناة السوريين تزداد كل عام، لا سيما أولئك القاطنين في مخيمات عشوائية هربا من القصف والبراميل. مخيم بريقة الذي يقع في ريف القنيطرة يعيش سكانه حياة صعبة في فصل الشتاء، لا سيما وأنهم يعيشون في خيم لا تقيهم الثلوج والأمطار. مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني زار المخيم في ريف القنيطرة جنوب سوريا وأعد لنا هذا التقرير. مخيمات عشوائية في منطقة شديدة البرودة جنوب سوريا. مخيم بريقة أحد تلك المخيمات التي مررنا بها في محافظة القنيطرة، بعد أن شهد قبل بضعة أيام عاصفة ثلجية زادت من سوء أحوال قاطنيه. لدى وصولنا التقينا أبا محمد النازح عن بلدة ممتنة، فأخبرنا عن صعوبة العيش في خيم لا تقيهم من الثلج وبرد الشتاء. بعد أن هدأت العاصفة الثلجية قام أبو محمد بإصلاح ما أفسدته الثلوج وإزالة الثلج عن مدخل خيمته. نزحت أهل القرية كلياتها على منطقة بريقة هون بالمنطقة اللي نحن هلأ فيها، وأنا طلعت معهم طبعا ما تركتهم. وهون بهالمنطقة هاي نحن عندنا هلأ
على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. اجينا على المنطقة، منطقة باردة وفيها كثافة ثلوج، كثافة عالية للثلوج وبرد. يعني بهالأوقات هاي يعني ما في شيء بدفيك هون. هلا انت قاعد هون، خيمتك كبيرة، قسمتها صغرتها مشان تدفى، ورغم هالشيء ما في دفى. وقت يكون في برد ما في دفى نهائيا، وحاليا حطب ما في، مزوت ما في، بيقتصر شغلتنا على كراتين، شوية قصص من الشجرات بس لندفي الأطفال. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السوريين في مخيم بريقة في هضبة الجولان السوري، ولا تختلف قصصهم كثيرا في هذا الشتاء في ظل عدم توفر وسائل التدفئة اللازمة في منطقة معروفة بشدة برودتها. هاي منتم مثل ما انتم شايفين يا اخويا، قاعدين نحن بالشمس، لا عندنا دفى، لا عندنا حطب من شي ندفي عليه، لا عندنا جواكيت نلبسها، وحوالينا كلها ثلج. يعني مثل ما انت قاعد، يعني نحن قاعدين الخيمة ما بتحمينا، مثل كأنك قاعد بالبرات. لا عندنا دفى، لا عندنا حطب، لا عندنا تفل شي يدفينا. هاي ولادي لا عندهم جواكيت يلبسوهم، لا جرابات، لا جزامي. مخيم بريقة ليس الوحيد الذي يفتقر لمقومات الحياة، فعلى مقربة منه مخيم الكرامة في العشة، وهو ليس بأحسن حال منه. لم يكن يعلم سكان المخيم أنهم سيقضون حياتهم على أطراف قرى بعيدة كضريبة يدفعونها في سبيل نيل حريته المسلوبة طيلة 40 عاما مضى من حكم الأسد الأب والابن، ولكن لسان حالهم لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للصبح أن يشرق من جديد. محمد الحراني لأخبار الآن، ريف القنيطرة. فقراتنا مستمرة مشاهدين فيها بعد قليل. مدرسة حي السماح بساحل الموصل الأيسر تستقبل طلبتها مجددا. أهلا بكم من جديد. شنت القوات العراقية والتحالف الدولي فجر اليوم قصفا مدفعيا وغارات جوية مكثفة على الجانب الغربي من الموصل الساحل الأيمن، في خطوة تمهد لاقتحام هذا الجانب بريا. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن مدفعية الجيش العراقي قصفت بصورة مكثفة الجانب الغربي من مدينة الموصل الذي يخضع لاحتلال تنظيم داعش، واستهدف القصف معاقل مسلحي داعش ومواقعهم. بالتزامن مع ذلك أغارت طائرات حربية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي بشكل مكثف على تحصينات داعش في الجانب ذاته. وتحدثت مصادر في الجيش العراقي هذا الأسبوع عن استكمال التشكيلات المسلحة والتحضيرات اللازمة لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل، وهي في انتظار الأوامر من القيادة العليا. عبر سكايب مباشرة من الموصل ينضم لنا مراسل الأخبار الآن لؤي أمين. لؤي مساء الخير، أهلا بك معنا. الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لاقتحام الجانب الأيمن أعدت وعلى قدم وساق في انتظار أي أوامر للاقتحام البري. بالمقابل التحالف والطائرات الحربية العراقية قصفت الساحل الأيمن أو الجانب الغربي تمهيدا للتوغل، ما تفاصيل ماذا يجري على الأرض؟ هل من ملامح متى ستبدأ القوات العراقية التوغل البري؟ مساء الخير خديجة. نعم، الملامح والتوقيتات تكون باتت قريبة جدا، لأن جميع القطاعات العسكرية التي شاركت في تحرير الساحل الأيسر أصبحت الآن في محاورها المخطط لها من قبل القيادة العليا المشتركة للعمليات في الجانب الأيمن، الشرطة الاتحادية وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا الجيش العراقي. كانت هناك ضربات استباقية لطيران الجوي العراقي وأيضا طيران التحالف. تم استهداف جميع مقرات والمضافات الموجودة في منطقة غزلاني وتدميرها، مخازن عتاد ومعسكرات كبيرة، وأيضا في داخل الأحياء السكنية يوم أمس تم استهداف منطقة عين طلاوي في الجهة الغربية، تم قتل 20 داعشي وتدمير عجلتين كانت تحمل أسلحة أحادية، وأيضا تم إلقاء المنشورات بالملايين على مدينة الموصل تمهيدا لاقتحام المدينة وتمهيدا لتوجيهات يوجهها الجيش العراقي للمدنيين بعدم الاقتراب من مناطق تواجد داعش وأيضا البقاء في مساكنهم. وهناك أيضا تحشدات كبيرة وآليات كبيرة وصلت إلى منطقة البوسيف الشرطة الاتحادية، حيث سيتم انطلاق
المحور الأبرز الذي هو سيكون الأبرز في الساحل الأيمن من مطار الموصل من منطقة البسيف، حيث الشرطة الاتحادية تتحشد هناك واستخدمت خلال اليومين الماضيين يعني آليات كبيرة وأسلحة متطورة أيضا، وهناك أيضا تحصينات كبيرة جدا. طيب لؤي، يعني هذا الجانب الغربي أو الساحل الأيمن، يعني المعلومات تفيد بأن الكثافة الديموغرافية ربما يعني كبيرة بالداخل، يعني عدد المدنيين هو عدد ليس كالساحل الأيسر، أو العدد هو أكبر. إذا أولا إذا كانت لديك معلومات عن عدد المدنيين المتواجدين الآن في الساحل الأيمن، وثانيا عن المنشورات التي تم إلقاؤها من قبل الطائرات، يعني على ماذا احتوت، ما الإرشادات التي سعت القوات العراقية لتوجيه المدنيين بها؟ بالنسبة للمدنيين في الساحل الأيمن، هم ليسوا أكثر من المدنيين في الساحل الأيسر، الساحل الأيسر هو أكبر من الساحل الأيمن، ولكن الكثافة السكانية أكبر في الساحل الأيمن لأن البيوت صغيرة وبيوت قديمة وأحياء وحارات ضيقة يتواجد فيها كثافة سكانية عالية، ولكن القيادات الأمنية دائما أكدوا، وعندما نسألهم يقولون أننا لا نستعمل الأسلحة الثقيلة في المعارك، نستخدم فقط الأسلحة المتوسطة والخفيفة تلافيا لوقوع ضحايا مدنيين. وأيضا بالنسبة للمنشورات، المنشورات حثت المواطنين على البقاء في منازلهم، وأيضا تطمينات بأن الجيش العراقي والقوات الأمنية قريبة جدا وهي ستحرر الساحل الأيمن بأسرع وأسهل من الساحل الأيسر، وأنهم قريبين جدا، وعدم الاقتراب من الأماكن التي يتواجد فيها داعش. وأيضا بالنسبة للممرات الآمنة، قالت أن من يصل إلى الجيش فهو آمن، وهناك ممرات عديدة نصحت باتخاذها في حال الخروج من منازلهم. نعم، شكرا لك لؤي أمين مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من الموصل. استأنفت مدارس الساحل الأيسر من الموصل المحرر من داعش الدراسة وبدأت تستقبل الطلبة وسط مشاعر من الفرح واللهفة للعودة إلى مقاعد الدراسة ارتسمت على وجوه التلاميذ والمعلمين آملين بتوفير كامل المتطلبات والمستلزمات الدراسية في الأيام المقبلة. وسام يوسف زار إحدى هذه المدارس وأعد هذا التقرير. في بادرة لإعادة الحياة بشكلها الطبيعي إلى الموصل بعد نحو 3 سنين عجاف تحت احتلال داعش، افتتحت مدرسة حي السماح الابتدائية أبوابها في الساحل الأيسر المحرر من المدينة أمام الطلبة، وامتلأت بهتافهم وأحلامهم على مقاعد الدراسة التي غيبها تنظيم لا يمت إلى الطفولة والحياة بصلة. عندهم إقبال شديد، يعني بعكس ما كان في 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 خلينا نقول في العهد البائد، نعم، نظام داعش. والحمد لله الطلاب يعني يعيجون بصورة يعني جيدة، بس يعني يريدون الكتب، يريدون من عندنا دائما يسألون على الكتب، ودائما يجون من مدارس بعيدة، هي مدارس ما مفتوحة هناك يعني معرضة للقصف، فيجون نسجلهم نحن عندنا ونضيفهم إلى طلابنا، وهم حالهم حال طلابنا وأيضا نحن مهتمين بهم. تقبلهم للمادة العلمية شلون؟ والله تنافس جيد، يعني كأنما واحد عطشان يريد يشرب ماء. على مدى 3 سنوات أراد من خلالها داعش غسل عقول التلاميذ بأفكار وتشريعات متطرفة وممارسات إجرامية كانت كفيلة بابتعاد أطفال الموصل عن الدراسة، مفضلين خسارة جزء من مسيرتهم الدراسية على أن يلوث داعش أفكارهم بما هو غريب عن مجتمعهم وأعمارهم. أنا اللي ما رحت على المدرسة داعش، كانوا يقولون البس الخمار، أنا بطلت ما رحت. اي عادينا علينا هسه ثاني فضل قوات امنيه رحت على المدرسه. كان كتبه مو حلوين. شلون يعني؟ كان كلهم طلقات دبابات، طلقه زي الطلقه. وهسه شلون صارت؟ هسه منيح، رجع كتب مالتنا. الخطوة الأولى التي نفذتها وزارة التربية العراقية كانت إعادة 70 مدرسة إلى الخدمة مرة ثانية في الجانب الأيسر من الموصل، متوزعة على 20 حيا آمنا من استهداف صواريخ داعش التي لا تزال تتساقط على المناطق المحررة القريبة من نهر دجلة. نبذل ما بجهودنا من عمل وإرشاد، نغسل مثل ما يقولون عقولهم اللي بداية تثبيت يعني بعض الأفكار، فإن شاء
شاء الله يرجعون إلى كلمة الوطن والعراق ويصير عراق موحد، يعني ماكو أي اختلاف بين القوميات وبين الأقليات، كلتنا عراقيين وبس. جهود استئناف الدراسة ما زالت في بداية طريقها لإعادة الأمل إلى تلاميذ وطلبة الموصل، لكن ما يبشر بخير قادم هي فرحة الالتحاق مجددا بمقاعد الدراسة التي ارتسمت على وجوه تلاميذ ومعلمين أصروا على أن الحياة أقوى في هذه المدينة. في شأن اليمني، خسرت ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع علي عبد الله الصالح نحو 20 من أفرادها بين قتيل وجريح في المواجهات العنيفة التي شهدتها جبهات محافظة تعز خلال الساعات الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات دارت في الدفاع الجوي بين الجيش الوطني والمتمردين بعد تبادل للقصف المدفعي وتغطية نارية كثيفة في محاولة فاشلة لاختراق مواقع الجيش الوطني، ما ألحق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. مواجهات عنيفة شهدتها جبهات القتال في محافظة تعز، خسرت خلالها ميليشيات الحوثي نحو 20 شخصا من عناصرها ما بين جريح وقتيل. وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات دارت في الدفاع الجوي بين الجيش الوطني والمتمردين بعد تبادل للقصف المدفعي وتغطية نارية كثيفة في محاولة فاشلة لاختراق مواقع الجيش الوطني، ما ألحق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات التي لجأت إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وجاء ذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية من المنفذين الشمالي والشرقي لمدينة المخا غرب البلاد لإتاحة الفرصة أمام نزوح المدنيين وانسحاب الحوثيين منها وسط قلق أممي على حياة المدنيين. بلال السقاف أحد القادة الميدانيين في المقاومة قال إن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة التي تحاصر مدينة المخا منذ 6 أيام تراجعت عن الطريق الذي يربطها بمدينتي الخوخة والحديدة في الشمال لينسحب الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مشيرا إلى أنه تم فك الحصار عن المنفذ الشرقي من أجل أن يخرج المدنيون الذين يتخذهم الحوثيون دروعا بشرية. وأشار القيادي إلى أن المعارك تدور بشكل متقطع في الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة المخا، مؤكدا بذلك تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال الأيام الماضية في منطقة المخا بدعم من طائرة التحالف العربي التي استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي وصالح وتجمعاتهم في المنطقة. وأعرب منسق الأمم المتحدة الإنساني جيمي ماجولدريك في بيان الثلاثاء الماضي عن قلقه البالغ حيال سلامة المدنيين، مضيفا أن القتال أجبر معظم سكان ذباب على الفرار من المنطقة، بينما لا يزال ما بين 200 و300 ألف شخصا محتجزين في المخا. وعبر السكان في مدينة المخا عن عدم استطاعتهم الفرار بحسب المعارك خشية التعرض لرصاص القناصة الحوثيين الذين يتمركزون على سطوح المباني. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. انطلاق حملة دمي لوطني بمدينة دبي. مع القرارات الجديدة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بمنع 7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه الطلبة الإيرانيون مشكلة العودة إلى جامعاتهم لاستكمال دراساتهم الجامعية. ويروي لنا الطالب الإيراني نافيد يوسفيان وضعه الحالي بعد قرار المنع. بعد انتهائي من دراسة الماجستير في إيران قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسة الماجستير في العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا. عدت إلى إيران لزيارة عائلتي حيث أنني لم أرهم لمدة 6 سنوات. الوضع الذي أواجهه حاليا هو أنني غير قادر على العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدكتوراه، وبات من الصعب الحصول على تأشيرة للذهاب بعدما تم إلغاء تأشيرة الدراسة الخاصة بي. وبعيدا عن هذا كان حصول الإيرانيين على تأشيرة للولايات المتحدة صعبا جدا، حيث أنه كان علينا الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة في إحدى الدول المجاورة للتقدم بطلب تأشيرة نظرا لعدم وجود سفارة أمريكية في إيران. على المستوى الشخصي فإنني أواجه مشكلة إكمال الدكتوراه.
أنا على تواصل مستمر مع مرشدي الأكاديمي وهو يشجعني باستمرار، ولكني لم أتواصل مع القسم إلى الآن، لذلك لا أعلم ما هي السياسة التي ستتبع. الحل الوحيد المتاح أمامي الآن بما أنني أنهيت ساعات الدراسة المطلوبة ولم يتبقى سوى الامتحان الشامل، ربما أستطيع إجراء هذا الامتحان في إيران عبر سكايب، ولكنني لست متأكدا من ذلك إلى الآن. وفي أخبار الصحة، اكتشف العلماء طريقة جديدة لعلاج التهاب المفاصل، حيث يحدث التهاب المفاصل في أي مرحلة عمرية، إذ يعاني العديد من الناس من التهاب المفاصل بما في ذلك الرجال والنساء وكبار السن وحتى الأطفال، وهو يعد أحد أكثر المشاكل الطبية شيوعا. المزيد من التفاصيل حول هذا العلاج الجديد في سياق هذا التقرير. يشهد العالم اليوم ثورة في مجال الطب وتنافسا طبيا كبيرا في الاستفادة من الدهون والخلايا لإيجاد علاج لكثير من الأمراض في التخصصات الجراحية والطبية المختلفة. وفي طريقة مبتكرة جدا لعلاج آلام والتهاب المفاصل المزمنة، استخدم العلماء الدهون الذاتية التي يتم سحبها من البطن وحقنها في المفصل، حيث تعد الدهون من أهم وأغنى مصادر الخلايا القابلة للتكاثر والأقل تكلفة، إذ تستخدم الدهون في علاج التهابات المفاصل لاحتوائها على أعداد هائلة من الخلايا الجذعية إضافة للخلايا الدهنية. لذلك تعد الدهون الذاتية مادة بيولوجية معبأة نشطة ومتجددة للأنسجة. ووصف عدد من المرضى الذين خضعوا لعملية حقن الدهون الذاتية الدقيقة في المفصل الاكتشاف بالثورة الهائلة لعلاج آلام والتهاب المفاصل المزمنة والتخلص منها بشكل نهائي والقضاء على خشونة الركبة. كما أن النتائج التي تم التوصل إليها بعد استخدام التقنية في علاج التهاب المفاصل المزمن بيّنت أن استخدام العينات الدقيقة من الدهون الذاتية تعطي تحسنا ملحوظا في تحسين وظائف المفصل خلال أقل من ساعة من عملية الحقن، كما أنها أكثر أمانا من عمليات تبديل المفصل ولا تحتاج إلى تخدير كامل أثناء الجراحة، كما لم يتم رصد أي أعراض جانبية أو مضاعفات للطريقة المستحدثة، إذ يستطيع المريض ممارسة حياته الطبيعية في نفس اليوم. حول الموضوع ينضم لنا الدكتور خالد الحمادي استشاري العظام في مستشفى دبي عبر الهاتف من دبي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. حقن الدهون إذن هي ثورة طبية لعلاج ألام المفاصل، وحضرتك شخصيا قمت بهذه العملية، طورتها بطريقة مبتكرة. لو تحدثنا أكثر كيف يمكن للدهون الذاتية أن تعالج المفاصل عن طريق الحقن. حضر سيدي، شكرا على الاستضافة. دكتور خالد الحمادي مستشفى دبي اخصائي استشاري عظام. الفكره وما فيها كما ذكرتم في التقرير ان الخلايا الجذعيه متوفره فيما في الدهون ما بين الخلايا الدهنيه بعدد كبير اكثر مما كان يتصور الانسان، أكثر من البون مارو اللي هو النخاع العظمي أو فيما هو الدم اللي احنا نستخدمه برضه كصفائح الدم، يقدر ب 500 ضعف، يعني 500 مرة أكثر من النخاع العظمي. ولذلك ولسهولة الحصول على الدهون اتجهنا نحن إلى هذا السؤال. العلم العلماء في العالم كامل يبحثوا في الموضوع من زمان، واتجه استخدام الدهون والخلايا الجذعية المحتوى فيها في جراحة التجميل، وهذا معروف يعني صحيح. لكن الجديد هي أنه الدهون تعالج ألم المفاصل، يعني سمعنا عنها كثيرا في مواضيع التجميل. فالمسألة وما فيها أنه أخذنا من موضوع التجميل واستخدمناه في مجالنا اللي هو في آلام المفاصل، وأعطى نتائج مبشرة. ما نقول أنها ماجيك، ما هي ساحر يعني، ولكن يعني إلى حد ما تخدم المريض. طيب على حسب الاحتكاك، درجة الاحتكاك. طيب دكتور، هذه الدهون التي يتم استخلاصها يعني من الجسم، يعني كيف للدهون أن تعالج ألم المفاصل؟ ما المواد التي تتكون منها هذه الدهون وعند استخلاصها من الجسم دهون ذاتية في نفس لعلاج نفس الشخص، كيف ذلك؟ سؤال جيد أختي الكريمة. الموضوع ما فيه مش مثل ما يفهم الإنسان العادي أن الدهن نفسه أو كتزييت أو شيء للمفصل لتزيينه، ولكن ما بين الخلايا الدهنية توجد أوعية أو شعيرات دموية
على جدار الشعيرات الدموية هذه تقعد أو هناك أنسجة وخلايا نسميها البيريسايت. البيريسايت من خواصها أنها تعمل مثل الخلايا الجذعية، يعني كل بيريسايت يعتبر خلية جذعية، ولكن ليس بالضرورة أن كل خلية جذعية هي بيريسايت. فالهدف من استخلاص الدهون الأصل الخلية الجذعية اللي ما بين نسيج الدهون، ليس الدهن بنفسه. بالعكس، الدهن وما تحتويه الخلية الدهنية من زيوت هذا يضر أصلا بالمفصل، ويجب استخراجه من المستخلص أو المستحلب الدهني لنحصل على مستحلب يحتوي على الخلايا الجذعية وشوية من النسيج الدهني من غير زيت من غير دم، لأن هذا يثير التهاب. نعم. الفكرة أن استخلاص أو استخراج أو فلترة المجموعة الدهون هذه وتخليصها من الزيوت بالكامل والبقاء على مستحلب دهني يحتوي على الخلايا الجذعية مركبة. يعني الأهم هي الخلايا الجذعية، أما الدهون فهي بنسبة قليلة. بالضبط. طيب دكتور خالد، عملية الحقن نعلم بأنه ألام المفاصل تصيب يعني جميع الفئات العمرية، حتى بعد الأطفال، نساء، رجال، الجميع يعني معرض لذلك. العملية يعني هل هي بسيطة؟ المضاعفات، حتى طريقة العملية، يعني طريقة الحقن يعني، وربما البنج، أو كيف ذلك، أو هل هي يعني مؤلمة إذا صح التعبير؟ إلى حد ما، ولكن مقدور عليها. العملية تتم تحت تخدير موضعي أصلا في حقن المادة المخدرة في جدار البطن لاستخلاص المادة الدهنية، ولكن بطبيعة الحال احنا نعطي المريض حقنة وريدية منوم، بحيث ليس تخدير عام ولكنه يخضع للتنويم لحتى ما يحس اولا بالحياء، ثانيا شوية شكة ابرة يحس فيها ولا شيء، يعني تنويم وليس تخدير عام. تنويم مثل الحبة المنومة، ولكن بالإبرة المنومة، على أساس يتم هذا في وقته، يعني بالإبرة المنومة ننتظر متى ينام. طيب باختصار في 10 ثواني فقط، بعد العملية هل الشخص يمكن أن يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي؟ نحن ننصح المرضى أنهم يتحركون ويحاولوا الدخول إلى حياتهم الطبيعية، يحاولوا ممارسة. نعم دكتور. نحن لا نعد كل مريض انه سيشفى، الشفاء باذن بيد رب العالمين، واحنا الان بالضبط يا اختي اليوم بالضبط سنه، يعني يوبلي يوم، احنا الان مضت علينا الى اليوم بالضبط سنه على اول حقنه في تاريخ 2/2. نعم دكتور. 2016. وفي خلال هذه السنه حقنا كل درجات الاحتكاك للركب من الدرجه الاولى الى الدرجه الرابعه، ومن التجارب استخلصنا الآن نقول للمرضى اللي في الدرجة الرابعة يستحسن أن يظلوا على الطريقة التقليدية اللي هو تركيب. نعم دكتور. لأنها اللي ملاحظينه على مرضانا أنها. شكرا لك دكتور. نعم شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معنا دكتور خالد الحمادي استشاري العظام في مستشفى دبي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من دبي. انطلقت اليوم حملة دمي لوطني التي تنظمها الإمارات وهيئة الصحة في دبي وخدمة الأمين في شرطة دبي، واستقبلت هذه الحملة متبرعين من جميع الجنسيات في مدينة دبي للإعلام. جاء هذا مع انطلاق فعاليات طبية تحت شعار صحتك في عام الخير، منها تقديم فحوص طبية مجانية وفحص لمرضى السكري والضغط وقياس معدل السمنة، وتقام الفعاليات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وتستمر على مدار الأسبوعين المقبلين. مدينة دبي للإعلام أطلقت لهذا العام مبادرات لعام الخير، وأول مبادرة لعام الخير أطلقناها اللي هي حملة التبرع بالدم، وهدف الحملة أصلا أن نساعد شركات الإعلامية اللي موجودة في مدينة دبي للإعلام اللي هي المحلية والعالمية كشركات ومؤسسات وأفراد أنها تشارك يعني المسؤولية المجتمعية، وحابين نرسخ فكرة التبرع والعطاء للإمارات ونرفع من مكانة الإمارات كمنصة عالمية في المبادرات الخيرية.
أعلنت بلدية دبي عن فعاليات الدورة الثامنة لمبادرات يوم بلا مركبات التي سيتم تنفيذها في الخامس من الشهر الجاري، ويأتي إطلاق بلدية دبي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من استخدام المركبات الشخصية خلال يوم المبادرة واستبدالها بوسائل النقل الجماعي. ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المبادرة زيادة في أعداد الجهات المشاركة لهذا العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة، ما يمثل دعما حكوميا شاملا للمبادرة ومشاركة مختلف القطاعات. هذا وقالت مديرة إدارة تطوير الأعمال في مدينة دبي للإعلام السيدة خديجة البستكي، قالت لأخبار الآن إن يوم 5 فبراير سيكون يوما بلا مركبات بمشاركة بلدية دبي. هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الجميع لترسيخ مفهوم أسلوب الحياة المتطور، ودعت الجميع إلى المشاركة بكثافة في هذا اليوم. في البداية يوم الأحد تاريخ 5 فبراير إن شاء الله مدينة دبي للإعلام بتطلق مبادرة يوم بلا مركبات بالمشاركة مع بلدية دبي، وهذه المبادرة الهدف منها أن نشجع الشركات الإعلامية وطبعا الأفراد المتواجدين بالمنطقة أن يرسخوا مفهوم وأسلوب الحياة المتطور، وبنفس الوقت حابين أن نبني بيئة متماسكة، بيئة خالية من التلوث، ونقلل إن شاء الله بهذا اليوم عدد كبير من الشركات الموجودة. وعلى الأكاونت اللي موجودة بالسوشيال ميديا لموقع مدينة دبي للإعلام حاب الجميع أن يشارك، بتكون في مسابقات لهذا اليوم وفي جوائز للمشاركين بيوم بلا مركبات. ونحن كمنظمين يوم الأحد إن شاء الله من أول الصبح بنكون موجودين على المترو ستيشنز المتوفرة للآر تي اي، ففي فريق جاي من الترامز، في منهم جايين من المترو ستيشنز، وفي شركات مشاركة معانا حابين يجون معانا، في غيرهم كثير بيستخدمون الباص ستوبس اللي موجودة داخليا، وبيحاولون أن هذا اليوم ما يجون بالسيارات. وإن شاء الله نلقى تفاعل كثير من الشركات الموجودة، تفاعل من الأفراد، ويكون في تصوير وتغطية على منصات السوشيال ميديا أكاونتس، ومنختار الفائزين إن شاء الله معنا. إعلامية لبنانية تصدرت الشاشات وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية في بادرة شجاعة باتجاه الإعلام العربي من جهة وذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى. من هي داليا فريفر؟ نتابع هذا التقرير من مراسلة أخبار الآن تريسي أنطوان. متسلحة ببصيرتها عوضا عن بصرها، صمدت فلم تمكن ظلم الحياة من قهر التحدي في نفسها وقلبها. إنها الإعلامية اللبنانية داليا فريفر، من لا يعرفها تعرف عليها. فتاة مغامرة اجتازت رقما قياسيا فدخلت موسوعة جينيس من أوسع أبوابها بتسجيلها أطول مدة بث تلفزيوني مباشر استمر 24 ساعة عبر شاشة تلفزيون لبنان الرسمي، وتميز البث بشمولية المواضيع ورقي الأداء. مشروع البث المباشر اللي صار ب 28 و 29 كانون الثاني عبر شاشة تلفزيون لبنان بلشت فكرته من سنة تقريبا، من كانون الثاني 2016. بالأول يمكن اعتبرتها شوي فكرة مجنونة، لأن هلأ أنا معروفة بطبع حدا بخوض مغامرات وتحدي، ويعني مش جديد علي كانت الفكرة، كان أكيد تحدي كبير ومش هين أبدا. طالما الإرادة موجودة والإيمان موجود بنقدر نخوض أي تحدي وأي مغامرة، لأنه شيء منحبه، لأني بحب الإعلام خط التجربة والمغامرة والتحدي. محاطة كل يوم بوفود من المهنئين والمحبين وبرعاية دائمة من أهلها، تدرك داليا أنه بالإيمان والعزيمة والإرادة والعمل يمكن للمرء أن يتخطى جميع الصعاب. داليا صبية مؤمنة، والإيمان بحياتها هو الصخرة اللي بنيت عليها كل شيء.
ما بتخيل حالي ابدا صبيه بلا ايمان او مش متكله على الله، لانه بعرف انه هيدا السلاح الكبير الموجود بين ايدي، وطالما الله معي من شو بدي خاف. وهي حياتنا مشوار، مفروض نترك بصمه محل ما منقطع، ومفروض نترك اثر حلو قد ما منقدر. فليش لا اذا قادرين نكون عم نشتغل انه اسمنا يبين بالطريقه الايجابيه والناس تعرفنا، ونترك هيدا الاثر الحلو بقلوبهم. داليا المتفائلة تطل أسبوعيا عبر الشاشة الصغيرة في برنامج طبي لتكون مثالا مشرقا للأعلام في لبنان والوطن العربي، ورسالة أمل وتشجيع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤكد قدرهم بين الناس وقدرتهم على العطاء. بدي أقول لكل حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمسك أهم شيء بالإرادة، هو يقبل وضعه قبل ما يلوم المجتمع إذا مجتمعه ما عم يقبله بالشغل أو بالدراسة أو بده يبلش من حاله، هو ينطلق أنه أنا بدي أكسر الحواجز لحتى نظرة المجتمع تتغير والدولة تسمع صوته أكثر. يعني الإيدين كلها لما تنجمع على نفس إذا بدك الحقوق، أكيد هيدي الحقوق رح تتأمن. ببصيرتها الثاقبة وطموحها العالي، تمكنت داليا على الشاشة من فرض معادلة جديدة، وفتحت للناس آفاقا أرحب، وسطرت بالخط العريض أن قوة الإرادة لا تعرف حدودا ولا مستحيلا. لقد غيرت الإعلامية داليا فريفر من مسار تحدي نفسها المتواصل لتنتقل به إلى مستوى باهر حول أنظار العالم باتجاهها. لأخبار الآن، تريسي أبي أنطون، لبنان. أعلنت شركتان متخصصتان في مجال التكنولوجيا عن بدء اختبارات تجريبية على روبوت سيصبح في المستقبل القريب قادرا على توصيل الطلبات للمنازل. وبعد الانتهاء من مدة الاختبار، من المفترض أن يكون روبوت مؤسسة ستارشيب تكنولوجيز قادرا على إيصال الطلب إلى مسافة تبعد 3 كيلومترات بزمن يتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة وبتكلفة $1 أو أقل. وكذلك سيستطيع روبوت تنبيه الزبائن بموعد وصوله عبر تطبيقات الهاتف الذكي. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا المباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. وصلنا للختام، شكرا للمتابعة.